السلام عليكم البنات، بيانفوني سور ما شين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. عواشركم بروكه، دخل عليكم بصحه وسلامه وباش منيتي. وان شاء الله لا فيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم واحد تبريمه الحمام اللي كنسميها انا تبريمه العروسه، وفريمون مي كديرها كيسحاب ليهم راكي عروسه. تبريمه اللي اساسيه عندي في كل تحمحيمه ومعروفه عند صحباتي بها، كنت شاركتها معكم في لا روتين ديال الحمام مي ما عطيتكمش المكونات. اليوم غادي نصايبها، وعلاش لا، هذه هي الفرصه باش نشارك معكم المكونات ببساط. ديما كنبغي نصورها لكم وما كيكونش عندي الوقت، دونك راكم عارفين رمضان على الابواب، سالينا التخمال التحضيرات. انا ديجا ما صورتش لكم هذا الشيء حيت التحضيرات ديجا حطاها لكم سوغ لاشين، ما كاينلاش نبقى نعاود لكم نفس التحضيرات. وكذلك التخمال راه كل واحد وكيعرف وكتعرف تخمل دارها، دونك ما كاينلاش نحط لكم هاد لو جون ديال لي فيديو. الوغ كيما قلت لكم هاد التبريمه هي اساسها هو الحنه والاعشاب، اللي انا حاولت انني ما نطحنهاش لكم باش تعرفوها. القرنفل، العرعار، الخزامه، وزريعه ديال الكتان. دونك هاد كاملين هاد الاعشاب كنطحنوهم وكنخلطوهم مع معلقه ديال الصابون البلدي ومعلقه ديال الحنه. وان فوا كندخلوا للحمام كنديروها في لو كور ديالنا وكنتسناو 10 ديال الدقائق وكنديروا الكوماج. وما نعاودش لكم البنات على الكوماج كيفاش كيكون بلا ما تسخنوا، يعني غتشكروني على هاد الوصفه هذه. السيخه تيخرجوا نيشان. كاين اللي غادي يزيد فيها الشيح، كاين اللي غادي يزيد فيها البابنوج، كاين اللي غادي يزيد فيها الورد. دونك انا ما متوفرش عندي هادشي. الورد حتى هو كيعطي ريحه زوينه، ديجا هي غير ريحتها ملي غادي تكونوا طحنوا، غير ريحتها راه غزاله يا البنات. وعاد فين كديروها في الحمام، انا نسيت هنا الازير. الازير حتى هو مهم من يعني من الاساسيات. انا عندي ديجا مطحون. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش مع هاد القوه ديال الاعشاب، يديروا غير ازير وصابون البلدي و يتسناو 10 ديال الدقائق ويديروا القماج ديالهم وتشوفوا القماج كيف داير يا البنات. انا المهم انا المرحله الاولى، والمرحله الثانيه ندير لكم نشارك معكم داكشي اللي كندير، وابخي نتوما غادي تختاروا داكشي اللي كيوالمكم. كما قلت لكم ان هذه الوصفه راه اللي بيض بيض واللي سمره سمره، غير هي كتحيد جميع الشوائب وجميع التصبغات. والناس اللي عندهم لي شامبينيون في لابو يعني كتصفي لينا اللون ديال البشره. كاينه الوصفه الثانيه اللي كنديروها ملي كنبغيو حتى نخرجوا. بالنسبه للبنات اللي كيخافوا من الحنه تصبغ ليهم لو كور ديالهم، ما تخافوش، راه ما صابو البلدي ما كتطلقش. كما قلت لكم الوصفه الثانيه اللي هي الحنه واساسها حتى هو الاعشاب مطحونه، غير هو كنزيدوا فيها يعني هذا كيبقى اختياري، سواء الرز مطحون سواء الكاكاو بودر، يعني الكاكاو المسوس اللي كنديروه في كيكه. ممكن لكم تزيدوا حتى الفول مطحون، العكر الفاسي، يعني اي حاجه ممكن لكم تزيدوها. غير هادو هادشي اللي غادي نزيدو دابا حتى الاخر، يعني حتى الاخر ما ديروش في الاول مع صابون البلدي حيتاش ما غاديش يخرج لكم الوسخ. وكنزيد معلقه ديال الماء ورد، وكنزيد اللويزة وفليو باش كتعطيني هذيك الريحه اللي عندها زيوت الاساس، يمكن لها حتى هي تزيدها. كاين اللي كيزيد الباندوش اللي عنده شي ريحه زوينه في الباندوش، غير انا كنفضل ان يبقى ريحه الماء ورد ولا زيوت الاساس ولا هاد الاعشاب هادو، يعني بلا ما يدير الباندوش كيتخلطوا الروائح. دونك وكديروا التبريمه ديالكم ما داش مع الحنه، دير غير الغسول المعروف ديالنا، الغسول ديال الشعر. انا غادي نوريكم الباكيه ديالو. كتخلطوه مع الماء سخون، هو في الاول كيكون بحال الحجر مي كتخلطوه مع الماء سخون وكتخليوه واحد يعني تقريبا واحد نص ساعه، وكتولي لا ستريكتور ديالو كريموز. انا راه ديجا مخلطه وكديروا معاه هاد الاعشاب وكديروه في الحمام كماسك حتى هو كيعطي نتيجه. بالنسبه تبريمه اخرى هي تبريمه ديال الحنه وصابون البلدي والداد، اللي
كيديروها الناس زمان، انا راه ديجا طحنا هاد كنشليه مطحون، ماشي طحنا كنشليه مطحون. غير هو ما تديروش دائما، ماشي كل تحمحيمه لانه مسموم الله يحفظ، ولا كانت فيكم شي جرحه وبعدوه على الوليدات الصغار. دونك انا هاد التبريمه ما كنديرهاش بزاف لانها مسمومه. فوالا هو الداد طري، ولكن من الاحسن انكم تشروه مطحون حتى هو كما قلت لكم تيوحد لون البشره. انا ديجا طحنتهم فريمون، واحد الريحه غزاله طالعه. كاين اللي كيشريهم مطحونين من عند العطار، من الاحسن انكم تشريو غير درهم من درهم من الحاجه، راه الخير والبركه. انا راه ديجا غير شويه خديت وطحنتو صافي، وكنديرها في دي بواط لي مخصاهم للحمام. من الاحسن ان الحنه كتخلط ساعه قبل ما كتمشيو للحمام باش كتعطي المفعول. وصلت النهاية ديال لا فيديو، خليتكم على خير. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك و دي كومونتير. الناس اللي ما ابونيتوش ديروا سبسكرايب. سلام عليكم.